بسم الله الرحمن الرحيم، أتحدث إليكم بصفتي مقرر اللجنة التشريعية. عقدت اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، اليوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 اجتماعها الرابع، وفي هذا الاجتماع تم النظر في مجموعة من الاقتراحات بقوانين اللي عرضت في اجتماع اللجنة السابقة، وتم مناقشة هذه القوانين وهي قوانين محالة. تم الموافقة على تقريبا، أنا العدد الحين ما عديتهم، لكن أكو مجموعة كبيرة من الاقتراحات. ثمانتعش اقتراح بقانون تم إحالتهم إلى اللجان المختصة. تفاوتت هذه القوانين في الإجماع أو بأغلبية الحضور، لكن 18 قانون تم إحالتهم للجان المختصة. أيضا نظرت اليوم اللجنة في ثلاثة قضايا رفع حصانات. القضية الأولى كانت بطلبات النيابة برفع الحصانات، كانت الأولى بشأن النائب الفاضل أحمد نبيل الفضل، ورفضت اللجنة بأغلبية بإجماع الحضور برفض هذا الطلب. وأيضا كان هناك طلب رفع حصانة عن السيد العضو محمد هايف المطيري، قبلت اللجنة بأغلبية الحضور. وكان هناك طلب برفع الحصانة عن السيد النائب خالد حسين الشطي وهو رئيس اللجنة، وقررت اللجنة برفض طلب رفع الحصانة. وأريد أن أنوه على أن أثناء التصويت على رفع حصانة العضوين الفاضلين أحمد نبيل الفضل وخالد الشطي، وبصفتهم أعضاء في اللجنة، خرجوا عند مناقشة البند الخاص بهم من اللجنة، وتم مناقشة الأمر دون حضورهم. لكن قبل ذلك سمعنا من النائبين الفاضلين رأيهم، ثم تم المداولة والتصويت بعدم وجودهم. وهناك كتب واتصالات وجهت للسيد النائب الفاضل محمد هايف المطيري، ولم يرد عليها، على أساس أنه إذا كان يشاء أن يأتي ويبدي وجهة نظره في القضية المرفوعة ضده. أيضا وافقت اللجنة اليوم على مجموعة من الاقتراحات بقوانين، خمسة اقتراحات بقوانين أخرى محالة للجان الأخرى، وسيتم عرض هذه الأمور على اللجان المحالة لها. وانتهى الاجتماع، طبعا حضر الاجتماع اليوم جميع أعضاء اللجنة مع تفاوت في خروج بعض الأعضاء ورجوعهم للجنة. وهذا كل ما لدي، شكرا لكم. السؤال دكتور، يعني ابرز الاجتماع اللي طاف حددتوا فيه الاولويات، ابرز الاولويات اللي لم تحدد الاولويات بعد. هناك كتاب من لجنه الاولويات، وسندرس هذا الامر وسنرد على لجنه الاولويات باولويات اللجنه، وهي اولويات اللجنه مجتمعه وليست اولويات اعضاء اللجنه برايهم الشخصي. وهناك كتاب على ان نجيب على خطاب لجنة الأولويات، ومع يوم الخميس إن شاء الله سنناقش بعض هذا الأمر في اجتماع الغد. أيضا هناك اللجنة ستعقد اجتماعها في الغد في الساعة 12 للنظر في اقتراحات القوانين ومشروعات القوانين اللي من اختصاص اللجنة. أنا ما أدري الحين، لا أحيانا يجوز لي أن أتكلم فيها ولا، لكن لا، هي كلها جناح، كلها جناح. رفع الحصانة عن أحمد نبيل الفضل، النائب أحمد نبيل الفضل من جمعية الشفافية، رفع الحصانة من عن النائب محمد هادي، محمد هايف الحويل المطيري، من أيضا من النيابة على قضية قائمة الآن، ومحمد لم يرفع،
لا لا الدعوة المرفوعة بسبب، والدعوة المرفوعة ضد النائب خالد شطي من أحد المغردين، وكان هناك ملاحظة بهذا الشأن، وسيتم مناقشة هذا الأمر في الجلسة القادمة وتقرير مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة القادمة بهذا الشأن. شكرا لكم.